السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. تحتضن العاصمة نواكشوط هذه الأيام مؤتمرا تنظمه عدة أطراف عربية حول واحدة من أهم القضايا المطروحة للشباب العربي في المنطقة. يتعلق الأمر بسؤال الهوية لدى الشباب العربي المهاجر في ظل التحولات التي يشهدها العالم هذه الفترة. يقدم المؤتمر إشكاليات بحثية حول الهجرة والشباب والهوية وتشخيص المشكلة على الصعيد الإقليمي والدولي، كما يبحث تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية والثقافية والنفسية على الشباب المهاجر. حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف أحد المشاركين في هذا المؤتمر، وهو الأكاديمي والباحث في مشروع في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الجلالي المستاري، ضيف هذه الحلقة. نشرت له الكثير من البحوث وشارك في عدة مؤتمرات عربية وإقليمية ودولية حول هذا المجال. يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة الدكتور الجلالي المستاري، كما يسعدني أن أرحب بكم أنتم مشاهدينا الكرام. أهلا بك دكتور، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا. أتمنى أن يكون المقام قد طاب لكم في موريتانيا خلال زيارتكم الأولى لبلدكم الثاني. أهلا، سعيد جدا بوجودي في هذا في بلدي الثاني موريتانيا وفي نواكشوط وبلقاء الأكاديميين، وسعيد بدعوتكم في هذه القناة الموقرة المرابطون. شكرا جزيلا دكتور. المؤتمر اختار موضوعا من أهم المواضيع ربما المطروحة الآن في هذه الفترة تحديدا في ظل التحولات التي يشهدها العالم، موضوع الهوية والهجرة لدى الشباب العربي. ما الذي يناقشه هذا المؤتمر تحديدا من خلال هذه المحاور الرئيسية والأبحاث التي قدمت فيه؟ نحن الآن تقريبا في نهاية المؤتمر. شكرا جزيلا. المؤتمر وضعنا له كشركاء منظمين وفكرنا في الموضوع، وضعنا له تسميات من ثلاث متغيرات: الشباب والهجرة والهوية في ظل الأوضاع الراهنة. بمعنى أننا أردنا أن نفهم فئة عمرية، حالة اجتماعية وقانونية وسياسية واستراتيجية وجيوستراتيجية كبيرة هي الهجرة، ثم في علاقتها بموضوع الأنا والآخر سواء في بلد الاستقبال أو بلد العبور أو بلد الانطلاق. فبشكل عام الشركاء الذين تناولنا هذا الموضوع هم الأليكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، طبعا بشراكة مع الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية إيناس، وهي مؤسسة تحمل 80 مركز بحث في العالم العربي وفي بعض الدول الأوروبية، وطبعا المركز الموريتاني للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني من خلال جامعة نواكشوط العصرية. إذن أردنا أن نفكر في هذا الموضوع من خلال مجموعة من المحاور ومجموعة من المداخل، لعل أول هذه المحاور أننا حاولنا أن نفهم أولا الموضوع من خلال دراسات سوسيولوجية والأنثروبولوجية، أي من خلال الفاعلين، من خلال الميدان سواء في بلد المنشأ أو في بلدي الاستقبال. وبعد ذلك طرحنا مسائل تتعلق بالجوانب القانونية، بالجوانب السياسية وبالجوانب الإنسانية، وأظن أنه كان بالنسبة لي إضافة إلى أننا تداولنا مع باحثين من مختلف الدول العربية سواء على المستوى الحضوري أو على المستوى أونلاين على المستوى الافتراضي، لأنه أتينا بتجارب لدول عربية مختلفة، لكن بالنسبة إلي كان موريتانيا كانت بالنسبة لي فرصة لأن يكون مجالا ومختبرا للنقاش، لأن موريتانيا اليوم على مستوى هذا الموضوع بالذات تعد بلدا يستحق الدراسة والتحليل باعتباره لا يمثل مجال للهجرة بشكل مباشر بقدر ما هو بلد للعبور. لذلك الهجرة لا يمكن أن نفهمها اليوم بدون هذا المتغير الجديد الذي يتجاوز الفئة والظاهرة والهوية لنتحدث عن بلدان العبور في هذا الزمن. دكتور،
لماذا اختار كل هؤلاء الشركاء؟ لماذا اختاروا هذا الموضوع، موضوع الهوية وإشكاله لدى الشباب العربي والهجرة في هذا التوقيت؟ ثم لماذا اختار توقيت كهذا لتنظيم مثل هذا المؤتمر؟ أولا، هذا المؤتمر هو تراكم لتجارب معرفية لكثير من المراكز على مستوى الوطن العربي، وأيضا ليس فقط تجارب بحثية ولكن تداولات رسمية بين مثلا 5+5 على المستوى السياسي العام وعلى المستوى الجيوستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا. فيه نقاش حول الموضوع. إذن نحن بالنسبة هناك راهنية للموضوع على مستويات متعددة. أيضا هناك مسألة ثانية، هو أن الشبكة الدولية مع الأليكسو فتحنا هذا المجال، خاصة في مارس السابق عندما طرحنا مع كثير من المنظمات الدولية وكثير من الخبراء الموضوع الهجرة والشباب بالذات، لأن هناك برنامج خاص لموضوع الشباب في الأليكسو في هذا المجال. إذن نحن نريد أن نواكب كشبكة دولية، لأنني جزء من هذه الشبكة الدولية لدراسة المجتمع العربية، نواكب هذا التطور، هذا النقاش، اللي ليس فقط لفهم الظاهرة وهذه أولوية بحثية بالنسبة لنا، ولكن أيضا لمساعدة القرار السياسي، لأن القرار السياسي اليوم على مستوى الوطن العربي لازال قرارا لم يحدد كثيرا من، أولا تحكمه بعض المعطيات الاقتصادية، تحكمه بعض الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، ولكن الظاهرة تتعقد. الظاهرة ليست ظاهرة واحدة بالنسبة لكل الدول. مثلا العبور ليس حالة لكل الدول، العبور ودرجاته ليست حالة عندما نفرق بين ليبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر. لكل دولة تكاد لها خصوصيات. إضافة إلى مسألة تاريخ الهجرة، سواء كانت ما تسمى الهجرة الطبيعية أو الهجرة غير ما يسمى في الخطاب، بعض الخطابات القانونية غير النظامية أو غير القانونية أو السرية كما يقال عندكم في موريتانيا أو عندنا في الجزائر، هذه أيضا ظاهرة جديدة متجددة، يعني لم تعرفها السبعينات، دولنا في السبعينات أو في الثمانينات، بل بدأت الأمور في نهاية التسعينات. إذن هي ظاهرة جديدة، وتعرف فئة معينة هي الفئة الشبانية، لكن اليوم، وهذا هو مهم جدا، اليوم نعرف أن هناك ملامح جديدة لهؤلاء المهاجرين. مهاجرون في السابق كانوا مجرد شباب حالم، شباب في شكل في أغلبيته ذكور. اليوم نتحدث عن هجرة للعائلات، يعني ليست هجرات فردية ولكن هجرات عائلية. نتحدث عن هجرات ذوي الدخل، بمعنى ليست هجرات الفقراء، ليست هجرات من يطلب بمعنى العمل. بمعنى أن المبررات التي كانت حينها بدأت تتغير والبروفايل الملامح بدأت تتغير. حتى هناك نساء، اليوم نتحدث عن بعض هجرات السرية للنساء. هناك قوارب نجد فيها الأطفال، نجد فيها عائلات بعينها، وهناك من عائلات تهاجر بالكامل. نعم، وهناك من يدفع المال للهجرة السرية، هناك يدفع مالا. إذن نحن أمام ملامح جديدة، أمام ظاهرة جديدة، وتحتاج إلى مقاربات. طيب متجددة. دكتور، انطلاقا من هذا الواقع، ما الذي يفيده، وهنا نتحدث عن أهمية مثل هذه المؤتمرات، انطلاقا من هذا الواقع، ما الذي يفيد هذه المجتمعات أنه هذه المؤتمرات تفهم مثلا دوافع هذه الموجة أو دوافع هذا التغير الذي يطرأ على سلوك المجتمعات، حتى تغير على مستوى آلية أو أسباب الهجرة أو الطريقة التي يهاجر بها؟ ما الذي يمكن أن تستفيده هذه المجتمعات من خلال هذه الدراسات التي يمكن أن نقول أنها تصل لدوافع هذه الهجرة دون أن تكون هناك يعني نتائج تتعلق ببحث عن حلول لهذه الدوافع؟ بالنسبة لنا كأكاديميين وكمؤسسات بحثية نستطيع أن نعودها ضمن المجتمع المدني، مهمتنا أن نعطي هذه الإمكانيات للفهم. هذه مسألة مهمة جدا، لا نستطيع أن نضع حلولا
بدون أن نفهم الظواهر في تعقدها، وهذه مهمتنا الأولى. الآن هناك مهمة للمؤسسات وللسياسات أنها تضع مجموعة من الأطر، تضع مجموعة من المراصد، تضع جسورا لفهم أو استفادة من الخطاب الأكاديمي. نتصور بأن الخطاب الأكاديمي يعطيك المسألة مهمة جدا، أن الهجرة مثلا ليست ظاهرة ظرفية، لا نقرأها بمسألة ظرفية بظروف ما معينة، وليست ظاهرة مرتبطة بعامل بعينه، وليست هي ظاهرة معقدة تحتاج إلى تكامل علوم متعددة، من الاقتصاد إلى العلوم السياسية، إلى العلوم القانونية، إلى العلوم الاجتماعية حتى العلوم النفسية، حتى علم النفس في مسألة، لأن الهوية سنعود إليها، مسألة أيضا تتعلق بالجانب النفسي. إذا نحن أمام نضع الاختيارات، نضع الإمكانيات. نحن نقول مثلا في الجزائر مثلا نحن لا نتحدث اليوم فقط عن ما يسمى بالهجرة. الهجرة كانت في الموجة الأولى بعد الاستقلال، الهجرة هجرت الأوائل عندنا من أجل العمل في أماكن معددة وبملامح معينة، ليس لديهم لا مستوى علمي كبير جدا إلى آخر. اليوم نتحدث في التسعينات كنا نتحدث عن الهدة، وكنا نتحدث عن الهربة، وكنا نتحدث عن الغربة، واليوم نتحدث عن الحرقة. طبعا نعرف، أنا أعرف أنه في اللغة الحسانية الحراق يعني أشياء أخرى، لكن عندنا في الجزائر الحراق له رمزية عامة، يسمي نفسه الشاب لا يسمي نفسه مهاجرا، ولا يسمي نفسه مهاجرا سريا غير نظامي أو غير شرعي كما تسميه الخطابات المؤسسية، لا، هو يسمي نفسه حراق، والحراك بمعنى أنه يعبر بطريقة سرية، وعندما يصل يحرق الأوراق، ولكن لحرق الأوراق رمزية ودلالة. طيب خلينا نتوقف الدكتور عند هذه النقطة ونطرح السؤال بصيغة أخرى. بدل البحث في مبررات أو في دوافع هذه الهجرة وتغيرها على مستوى العقود والأجيال الماضية، لماذا لا نبحث الموضوع من جانب آخر، مثلا نمط العلاقة بين الدولة كحكومة كجهاز وبين المواطن، مثلا في سياق بحثنا عن أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة، بدل التركيز على موضوع الهجرة ودراسته كموضوع بحثي مستقل، لماذا لا نبحث الأسباب مثلا؟ لا طبعا الهدف هو بحث الأسباب، لكن الأسباب انطلاقا من الفاعلين أنفسهم، لا انطلاقا من خطاباتنا حولهم. وهنا أشير إلى مسألة معرفية معينة مهمة جدا. أحد الباحثين المعروفين تلميذ لبورديو هو الجزائري عبد الملك صياد، أول باحث من أوائل الباحثين المغاربيين في موضوع الهجرة، يتحدث عن مسألة مهمة جدا، على أننا عندما تصف السياسات العمومية، تصف المهاجرة بأنه بين قوسين غير نظامي أو غير شرعي، لقد وضعت عليه مسألة مهمة جدا، وضعت عليه عقابا مزدوجا، دوبلو بان. ما معناه؟ أنك تبرئ بعض السياسات العمومية التي ربما أنتجته كوجود اجتماعي، وتريد أن تقول له فيما بعد أنت هو ضحية للأوضاع الاجتماعية وبعض السياسات التنموية، وفي نفس الوقت تقول له أنك غير شرعي، بمعنى أنك يمكن أن تكون مؤهل لأن تكون غير يعني لا, لا, لا تتناسب مع النظام، أي مؤهل للعقاب. هو في الآن نفسه ضحية للظروف ومعرض للعقاب. نحن أمام ظاهرة كثير معقدة، ولذلك نريد أن نقول أن هناك واجبا أخلاقيا للسياسات العمومية عندما تطرح المسألة، عندما تفاوض الاتحاد الأوروبي، لا تجعل من نفسها مجرد محتشدات توقف العابرين، لأن هناك مسؤولية أخلاقية، هناك مسؤولية تاريخية، هناك مسؤولية قانونية لدول المركز، لدول الأوروبا التي تريد الآن أن تفاوض موريتانيا أو تفاوض الجزائر أو تفاوض دولة أخرى لتوقف المهاجرين. أنت كنت جزءا من هذا الوضع العام، ولذلك لديك مسؤولية، ما ليس مسؤولية في أن توقفهم كما يفعل بعضهم، ولكن مسؤولية في أن تساعد الدول هذه، لأنها دول لها دول للعبور مثل موريتانيا مثلا، تساعدها على التنمية حتى يجد شبابها غايتهم
في أرضهم وفي بلادهم وبين ذويهم، وأن يتنقلوا ليرجعوا، لا يتنقلوا لا سرا ولا بشكل غير نظامي ولا بشكل غير شرعي. مشاهدينا الكرام، حديثنا متواصل في هذه الحلقة من المشهد، التي نسعد باستضافة فيها الدكتور الجزائري الجلالي المستري، وهو أكاديمي وباحث أنثروبولوجي جزائري. لا تذهبوا بعيدا. نجدد ترحيبا بكم مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت هذه الحلقة من المشهد، كما نجدد ترحيبا بضيفها الدكتور الجلالي المستاري، وهو أكاديمي وباحث جزائري، باحث في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بمدينة وهران الجزائرية. أهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، نجدد ترحيبا بك دكتور. قبل أن نخرج من هذا المحور المتعلق بالهجرة، وإن كان متشعب لكنه الوقت لا يسمح بنقاش كل أبعاده وتفاصيله، كباحث أنثروبولوجي بيستمولوجي أيضا، كيف تفسر يعني ضعف، يمكن أن نسميه ضعف احتضان الحكومات العربية لجالياتها في الخارج، التي يعني وصلت إلى دول أخرى، عاشت منها أجيال في هذه الدول، بدأت شيئا فشيئا تخرج من هوية مناطقها التي مناطق المنشأ. كيف تفسر عدم احتضان أو عدم قدرة الحكومات العربية على احتضان جالياتها التي تخرج منها؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. أولا، حكوماتنا العربية هي حكومات ناشئة، يعني مهما قلنا دولنا العربية رغم اختلاف الذاكرة واختلاف التاريخ واختلاف التجربة السياسية والاقتصادية، إنها دول ناشئة عرفت الاستقلال أغلبها تقريبا منذ 60 سنة. إذن نحن وعرفت تجارب تنمية معينة وتجارب للدولة المركزية وغير المركزية مختلفة، ولذلك إضافة إلى أنها دول ناشئة، إضافة إلى أن تجاربها كانت تجارب، هناك عوامل تتعلق بالداخل، وهو علو نسبة التعليم العالية التي تعتبر شيء إيجابي في هذه الدول العربية، والنمو الديموغرافي كبير جدا. هذا النمو الديموغرافي أصبحت أمامنا فئة شبانية كبيرة جدا بمستوى عالي جدا، ومطالبها تعددت، لم تعد فقط مطالب اقتصادية، بل أصبحت مطالب تتجاوز ما سميته في دراستي بالإطار العام للحياة. وزادت من الظاهرة نفسها، وهذا تصاعد هذه المطالب التي تتجاوز قدرات بعض السياسات العمومية العربية، وهي الرقمنة اليوم هذا الشباب الذي يتطلع لأشياء مغايرة ويحتج أيضا على بعض أنظمته العربية إلى آخره، لديه حوامل جديدة لا يتحكم فيها حتى بعض السياسيين العرب، لديه الإنترنت، لديه الفضاء الافتراضي، لديه الرسومات، لديه الغناء في الملاعب، هناك ما يسميه أسبيات بالحياة اليومية كسياسة، لديه الحياة اليومية كسياسة. إذا نحن أمام إضافة إلى ما زاد الطين بالله هو تدخل، بمعنى أن هذا المستعمر المركزي الذي كان له دور أخلاقي في هذه الأزمات المتعددة إلى يومنا هذا، لا زال يتدخل بشكل أو بآخر في زعزعة ووضع هشاشة جديدة لهذه الدول.
ما نعيشه الآن في منطقتنا العربية من دخان هنا ودخان هناك وأزمة هنا وأزمة هناك وحرب هنا وحرب هناك، جعلت من دولنا خاصة بعد 2011 بعد أن كانت دولا مستقرة أصبحت دولا تعرف هشاشة كبيرة وتعرف لا استقرار كبير جدا. إذن هذه كلها من فعل المركز. نحن المركز لم يذهب مع الاستمرار بل أفرز أيضا متاهات جديدة. أتصور أن هناك عوامل جيوستراتيجية وهناك عوامل دولية معروفة أثارت مسألة اللجاء، إضافة إلى طبعا ما نعترف به من أن السياسات العمومية على مستوى الدول العربية أو بعضها كان أيضا له دوره في هذا المجال. طيب. فالهجرة السرية خاصة في الفترة الأخيرة أعتبرها أنا جزء من هذا التطلع والاحتجاج في الهانية. طيب الجزء الثاني والمهم من هذا المؤتمر هو الجزء المتعلق بإشكال الهوية لدى الشباب العربي المهاجر، هذه الهوية المركبة التي باتت تتنازع شباب المهجر العربي بين هوية سافرت معه عبر البحر ركبت معه المخاطر وبين هوية جديدة وجدها أمامه، خصوصا الأجيال اللاحقة للمهاجرين العرب خلال العقود الماضية. هذه الهوية معقدة كما هو الحال مع الهجرة، حتى في تعريفها لا يوجد تعريف محدد لموضوع الهوية، يمكن أن تتقاسمه مختلف المناطق. في تعريفكم أنتم للهوية، أنتم المنظمون لهذا المؤتمر، إلى أي ضفتي تعريف الهوية تميلون؟ هل هي هوية دينية، هل هي ثقافية، هل هي مكانية؟ ما الذي تعتمدونه في تعريف الهوية؟ نعم، شكرا لك. أولا موضوع المؤتمر في حد ذاته طرح هذه الأسئلة في تعقيداتها المختلفة. فتحدثنا مثلا عن هل نتحدث اليوم عن هذه الفئة العمرية بين قوسين وأيضا الفئة الاجتماعية، لأنه أحيانا العمر كما قال بورديو الشباب ليس مجرد كلمة، لأنه الشباب في منطقة ليس شبابا في منطقة أخرى. الهوية، هل نحن أمام هوية أم هويات؟ إذا تصور بأننا أحيانا بخطاباتنا أحيانا الإيديولوجيا تريد أن تضع عناصر معينة لهوية ما وتتصورها ثابتة، في حين أن الهوية هويات، أولا هويات على مستوى الجغرافيا وهويات على مستوى الذاكرة وتاريخ كل مجتمع وكل فئة، وهوية على مستوى وهويات على مستوى التجارب السياسية والتجارب الاجتماعية وحتى التجارب الاحتجاجية. اليوم حتى بعد 2011 نجد موجات من ردود فعل المجتمع في الوطن العربي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. نحن أمام هويات. هذا الشاب عندما يقرر في لحظة ما أن يغادر بلده المنشأ ويتجه إلى بلد الاستقبال في أوروبا أو غيرها، هو أولا يحمل هذه الهويات الهشة، لأنه أصلا في الدولة القومية العربية الجديدة بعد الاستقلال أو دولة الوطنية أصلا طرحت مسألة الهوية في حد ذاتها كموضوع داخلي، وخاصة في منظومات إنتاج النخبي والتعليم إلى آخره. إذن يذهب بهوية مهزوزة وهشة لا فيها لم يثبتها بعد، سواء كانت دينية أو قومية أو وطنية أو حداثية أو محافظة أو إلى آخره، إضافة إلى هويته الفرعية كشاب مقارنة بهوية البالغين. إذن يذهب بها ويضع نفسه في مجال ثان أو ضفة ثانية هي الضفة الأخرى الشمالية من المتوسط، أين نستطيع أن نقول أنه سيقع أمام صدمة ثقافية وهوياتية معقدة جدا، هوية هشة مع هوية آخرية
مختلفة جدا تقتضي منه تكيفا ما واستراتيجية ما. طيب دكتور، هذا التغير في الهوية من منطقة إلى أخرى وحتى من فئة عمرية إلى أخرى، والمتأثر بالرواسب أو الحالة التي كنا نتحدث عنها أو المسببات التي كنا نتحدث عنها في الهجرة، والتي تلقي بظلالها ليس فقط على المستوى المعيشي والاقتصادي للفرد الذي يدفعه للهجرة، إنما تلقي بظلالها أيضا على يمكن أن نسميه ذاته، على هويته، بحيث لا تدع الهوية تستقر على مفهوم محدد أو على وضع محدد، لا تترسخ في نفس المهاجر. هذا الوضع الجديد الذي يجد فيه المهاجر نفسه عندما يصل إلى الضفة الأخرى من أي بحر يسلكه أو من أي بر يسلكه، إلى أي حد تؤثر على تلك الحالة التي يعيشها المهاجر، والتي لاحقا ظهرت خصوصا في السنوات الأخيرة لدى المهاجرين في الدول الأوروبية، والذين ظهرت أسماؤهم في حركات مسلحة متشددة، إلى أي حد هذا التذبذب أو هذا عدم الاستقرار في الهوية يؤثر على المهاجر بحيث أنه يبحث عن هويته في أي كيان يستقبله؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. أولا ذكرت أنه يذهب بهوية هشة، بهوية هناك من يذهب بهوية ثابتة، ولكن أغلبهم يذهب بهوية هشة لاعتبار السن أولا. عندما يصل هناك سياسات عمومية أوروبية للإدماج والانصهار مختلفة تماما من دولة إلى أخرى، وهناك حالة أخرى تتعلق بالأقران الذين سيصلوا سيتواصل معهم هذا الشاب على المستوى السوسيولوجي، يتواصل معه ليضع استراتيجيات جديدة في بلد الاستقبال. إذن عندما أحيانا هناك شباب من يجد ولديه القدرة على التكيف ما، ويجد سياسات عمومية تساعد على إدماج ما ولو عبر خلخلات ومشاكل وإكراهات وإلى آخره، لكن هناك لحظات تصل الصدمة الثقافية إلى مستواه العالي من الحدة، وهنا قد يكون المهاجر ليس فقط يتجه إلى تنظيمات متطرفة، إلى أحيانا مزعزعة، وقد يدخل في مسألة مهمة جدا وقد أشارها اليوم أحد الأساتذة من موريتانيا مشكورا اليوم، هو أنه يتحول إلى عنصر داخل ما يسمى بالجريمة المنظمة التي تساعد على التهريب، بمعنى تهريب البشر، بمعنى يتحول إلى عنصر بدل أن يكون عنصرا للهجرة وموضوعا لها، يتحول إلى عنصر في جريمة منظمة مرتبطة بالعبور والهجرة. طيب، للأسف الوقت ليس كثيرا لنقاش كل التفاصيل المتعلقة بهذا، لكن الآن وقد وصلنا مرحلة تشخيص ما يعيشه المهاجر، ما الحلول باعتقادك التي يمكن من خلالها أن يجد المهاجر، سواء كان من الجيل الأول أو من الجيل الثاني أو حتى الجيل الثالث والرابع من المهاجرين الآن في أوروبا وفي أمريكا وغيرها، ما الآلية أو ما الوسيلة المتاحة للمهاجر حتى أنه يجد هويته، يجد ذاته، دون أن يكون فرصة، دون أن يكون لغمة سائغة لتكتلات أخرى ربما لا تكون هي هويته الحقيقية التي يبحث عنها؟ ما الوسائل، ما البدائل المتاحة للمهاجر حتى يجد هويته؟ أولا نتصور أننا نستطيع أن نقول على مستوانا البحثي، نستطيع أن نضع مسالك حتى لا نقول حلول، لأن المسألة تحتاج إلى كثير من إلى رؤية، إلى استراتيجية، إلى رؤية مؤسسية. تصور أن الأمور تبدأ من واجب البلد المنشأ. هناك واجب اتجاه مهاجرين حتى على مستوى مناطق أخرى، ولذلك نجد بعض تسميات وزارات الخارجية في الدول العربية تضيف مسألة الجالية في الخارج، بمعنى أن هناك مسألة مرافقة، والمرافقة تقتضي وضع اتفاقيات تساعد على إدماج هؤلاء ومساعدتهم على مستوى السفارات في هذا البلد، على مستوى دعمهم على مستوى المجتمع المدني، إدماجهم إلى آخر، حتى على مستوى الدين. اليوم هناك محاولات مرافقة لهؤلاء من طرف انطلاق من تكوين الأئمة على مستوى أوروبا من بلد المنشأ. إذن هناك عمل يجب أن تقوم به بلدان المنشأ على هذا المستوى. ولكن هناك أيضا نتصور أن، وطبعا هناك مسألة مهمة جدا على مستوى البحث والرصد،
ولذلك وجدنا من بعض مقترحات المؤتمنين اليوم مسألة المرصد مراصد الهجرة على مستوى على مستوى دول المنشأ، على مستوى دول الانطلاق، أو ما يسمى بقوانين الهجرة، وليست فقط سياسات الهجرة. نحتاج إلى قوانين الهجرة، خاصة البلدان التي تعرف العبور. تعرف العبور، اليوم نتحدث في بعض البلدان العربية على إمكانية أن لا تتحول إلى دول عبور، تتحول إلى دول إدماج، تتحول إلى دول استقرار. إضافة إلى ما نسميه بالترافع، الترافع على مستوى دولي، على مستوى دولي، على مستوى الاتفاقيات لحماية هؤلاء كفئة هشة تحتاج إلى مرافقة في دول الاستقبال. الدكتور الجلالي المستري الأكاديمي والأنثروبولوجيا الجزائري، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. هذا ما استطعنا أن نناقشه في هذه الحلقة من مواضيع متشعبة تتعلق بالهوية والهجرة لدى الشباب العربي في بلاد المهجر. أشكر طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.